ربنا سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا لضرر فيه. صح. قال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم. فالربا حرام لضرره. نعم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. الميتة، لحم الخنزير، نعم، الزنا، أكل مال اليتيم، فهذه محرمات يعني حرمها الله سبحانه وتعالى، وكل الناس يعرفونها، العالم والجاهل. نعم. ونفوسهم لا تطمئن إليه، فهذا الإنسان لا بد أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القسم الثالث، وهو المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا الذي يختلط على الناس، هل هو من قسم الحلال أم من قسم الحرام؟ من قسم الحرام. وهذا غالبا هذه الجزئية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. نعم. لأن العلماء منارة للأمة. أكيد. لهذا الإنسان نعم إذا التبس عليه شيء ما يرجع إلى العلماء. يرجع إلى أهل الاختصاص. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال: واسأل به خبيرا. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن الإنسان إذا سأل عن أمور مشتبهة ملتبسة فبإذن الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل العلم فهو شفاء. صح. للغي، شفاء للجهل بإذن الله سبحانه وتعالى، يطمئن بكلام العلماء. لهذا من المسائل مثلا المشتبهة على الناس. نعم، مسائل كثيرة جدا. كبعض في بعض الأحيان قد ترد يعني مسائل مختلف فيها بين العلماء. صح. نعم. صح. مختلف في فهم الحديث مثلا. صح. نعم، مثلا من المسائل اختلاط المال الحلال بالمال الحرام. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قص علينا حديثا عظيما، ذلك الرجل الذي اشترى عقارا من رجل آخر. نعم. فوجد فيه جرة ذهب. الله. تصور. نعم. في تلك الأرض. فقال له، قال: خذ ذهبك. قال: فإنما اشتريت عليك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال له ذلك البائع، قال: بعتك الأرض وما فيها. نعم. حلال. فتحاكموا. نعم. إلى رجل. نعم. نعم. وهذا سبحان الله، هذا من الورع الإنسان. نعم. شوف، هذا من الورع والإيثار الإنسان كي يتورع يعني في دينه. قال فتحاكم إلى رجل. فسبحان الله، ذلك الرجل كان حكيما. فاختصموا إليه وذكروا له المسألة، فكلاهما تورع عن أخذ ذلك. صح. المال. تصور، خوفا. نعم. من الحرام. نعم، بارك الله. نعم. فيك، لكي لا يقع في شبهة. نعم. فذكروا المسألة لذلك الحكيم، فقال للأول: عندك ولد؟ قال: نعم. قال: لي غلام. وقال للثاني: عندك ولد؟ قال: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. نعم. أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما من هذا الذهب. نعم. وتصدقوا. تصور. نعم. فكلاهما ترفع عن أخذ المال الحرام. كذلك مثلا من الأمور المشتبهة مثلا عند العلماء مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. نعم. قروء. نعم. القروء هل هي أطهار حيضات أو أطهار؟ خلاف بين العلماء. نعم. بمعنى أن متى يعني تخرج من عدتها المرأة، هل بالأطهار أو بالحيضات؟ نعم. لهذا هذه كان من المسائل المشتبهة. نعم. كذلك من الأمور مثلا تحريم الرضاع مثلا. نعم. ما يخص الرضاع مثلا في المرأة التي أراد أن يتزوجها. نعم. وقد أرضعتها مثلا أمه أو كذا. نعم. وربنا سبحانه وتعالى حين ذكر في سورة النساء قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.